اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم تشوفوا هذا الفيديو اللي غادي نوجدوا به الرايب. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غادي نشوفوا المقادير اللي غادي نوجدوا. عندي هنا لتر ديال الماء بارد، عندي جوج كيسان ديال الحليب كبرى. بالنسبه للسكر، انا عندي هنايا كاس ونص، اللي ما بغاش الحلاوه يدير كاس، واللي بغى الحلاوه يدير حتى جوج كيسان. عندي واحد الفاني، وعندي هنايا واحد الياغورت ديال الفاني، وعندي واحد لتر ديال الماء اللي دايرته يسخن. غادي نخويو هاد الماء اللي قلنا بارد، كنزيدو عليه داك السكر ديالنا، نزيدو عليه هاداك الفاني، نخلطو شوية، نزيدو هاداك الحليب البودرة ديالنا. بسم الله، ديروا هاد العملية، ديروا تخلطوا هادشي كلشي في مولينة. كنخلطو مزيان حتى نحسو بأن السكر ديالنا هداك الحليب كلو اندمج وداب السكر. من بعد غادي نخويو هداك الما السخون اللي قلنا غليان يعني طايب، تقدرو نتوما تبدلو المقادير ولا تنقصو اللي بغيت. تقدرو ديرو إكاس، يعني كديرو نص سيترون بارد، نص سيترون سخون، كاس ديال الحليب بودرة، السكر على حساب، وهداك الياغورت والفاني ضروري غادي يكون، يعني المقادير الماء والحليب هما اللي غادي. بعد ما خلطناه مزيان، دابا غادي ندوزو نكبوه نخويوه في الكيس. انا دابا غادي نخويه في الكيسان، اللي ما بغاش يديريه في الكيسان يقدر يديرو بحال هكا، بحال دابا انني دايرته هنا. تقدروا ايه هنايا تغطيوه، يعني بحال شي بواطا ولا شي حاجه وتغطيوه وديروا نفس الطريقه اللي درنا، والغد ليه تدخلوه للثلاجه. انا غادي نخويه في الكيسان هنا دابا. بسم الله، هادوك ستة ديال الكيسان، هداك اللي بقالي درتو في هاد البواطا ولا هاد الطاسة. غادي ناخدو هادو هنايا، يعني باش ميوليش عليهم هداك الندى ديال الحمان ديال لاخر، كنغطيهم بهاد ورق الطب ورق المطبخ، وغادي نغلفوهم بهذا البلاستيك الغذائي. نغلفوهم بحال هكا مزيان باش يبقاو سخونين،
طبعا غادي نزيدو حتى هذا. غادي نجيب واحد الماندا، غادي نجيب واحد الماندا نحطوها، نحطو هاد هاد الرايب ديالنا هنايا. كنغطيوه مزيان، بربروه مزيان ونخليوه حتى الغد ليه الصباح، يعني ليله كامله ونخليوه حتى الغد ليه الصباح. ديالنا بعد ما بات ليله كامله، دابا غادي نجبدوه وندخلوه للثلاجه حتى يبرد مزيان. ها هو دابا غادي نديروه الثلاجه يبرد وغادي نوريه لكم في التقليه. بالنسبه للتزيين انا حضرت هنا واحد السيرو، الا بغيتو نحضرو معكم خليوها لي في الكومنتات. غادي ناخذ الرايب تاعي، يعني هذا كيتباع في المحلات ولكن حنايا حنا غادي نحضرو. هذا هو الرايب ديالنا البنات، بعد ما زيناه درنا له السيرو وزيناه بهكا شويه ديال الشوكولا على حسب الرغبه، وداك التزيين يبقى لكم يمكن تخليوه عادي. نتمنى ان الوصفه تعجبكم وتجربوها لوليداتكم خاصه في هاد الصعودات، وكنشكر كاع البنات اللي دخلوا للقناه، كنشكركم بزاف وعلى الكومنتات اللي كتكتبوا الكلام الزوين كيشجعني وكيفرحني. الله يوفقكم. هذا هو الفيديو ديالنا، وصل النهايه ديالو. شكرا والى اللقاء وفصوى جديده ان شاء الله. ما تنساوش اللايك والاشتراك وتبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء والاحباب.